مشاهدي الكرام السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ارض الخير. اليوم كامل الموصليه راح نزور ناحيه معشيقه وناحيه معشيقه معروفه منذ عقود من الزمن انه تشتهر بزراعه الزيتون وزراعه عباد الشمس، وزراعة الطرعوز، يعني منتجات زراعيه كثيره مشهوره بها هذه الناحيه، لكن زراعه الزيتون هي الابرز، تابعونا اهلا بكم. الواقع الزراعي في ناحية بعشيقة على الرغم من معاناة المزارعين في تلك الناحية إلا أنها عرفت على أنها نشطة زراعيا من خلال إنتاج المنتجات الزراعية كالزيتون والفواكه والخضروات إضافة إلى منتجات أخرى لكنه في المقابل يعاني هذا الواقع من الكثير من المشاكل بحاجة إلى حلول عاجلة من خلال توفير الدعم اللازم للارتقاء بالواقع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي شاهد الكرام اهلا بكم الجديد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تعرف ورحمة على اسم حضرتك الفلاح علي سلام معروف اهلا وسهلا سيد علي احنا اليوم بعشيقه ايه. وبعشيقه ما شاء بيكم. الله الله يحفظك انت الشرف مشهوره من زمان بالاشجار الزيتون ايه. كم دونم مزارع والله احنا زارعين هسه 11 دونم ما شاء الله 11 ايه. دونم كله زيتون عندك. بشوف عنب هم عندك زارعين عنب عنب ايه. وزيتون نزرع بس انا ما يطول عمره 15 سنه وينتهي يروح ينتهي وترجع تجدد؟ لا ما تجدد بعد آه. والله احنا على العنب بالبدايه على مود شو اسمه الزيتون الزيتون له اربع سنوات يلا يصير أيه. فاحنا نستغل الوقت بهالاربع سنوات نستفيد نش... من العلب نستفيد بي... من العلب. يعني خوش انتاج العنب يطلع أيه. 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 اشوف الاشجار يعني صغيره مو مثل بعض الاشجار لا يتقلب كل سنه يتقلب يتقلب أيه. لازم يتقلب زين أيه. الزيتون يعني بعشيقه مشهوره بالزيتون ليش شنو السبب؟ السبب هي المنطقة يعني هي يعني الأراضي مالها يعني, 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 يعني تتقبل الأراضي خصبه مو مثل كل مكان زين يعني نعم البذور منين تجيبوها؟ البذور احنا قاعد نشتري يعني تشتروا تجاري؟ مو تجاري نشتري احنا اه تشتروا ايه اكو واحد اسمه فلاح هنا في عنده شتلات ايه شتلات وكل سنة يشتل واحنا نشتري منه غالي لو رخيص لا 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 مثلا؟ رخيص رخيص يعني اسعاره زينة الزيتون شوي صبور يعني ما يحب مي كثير شو اسمه او منطقه عن منطقه يختلف ايه هسه مثلا جبل مو مثل شو اسمه نعم. هنا قاع حمراوي يصير ايه يم الجبل يختلف يعني يعني يحب مي هنا هنا شو اسمه يحب مي بس يم أيه. الجبل هالقد مو شو اسمه ايه ما ما يحب مي هالقد انا شفت يعني انتم بعشيقه بالفاضليه ب ابو ماريا زيتون أيه. ما شاء الله هم كثير أيه. يعني هاي المناطق بالموصل أيه. مشهوره يعني بالزيتون آه زيتون ايش قد يعني تخلي هاي الشتله وتكبر؟ كم سنه؟ آه، ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنه رابعه يقوم يعطيني شانه احنا زين هذه يعني هم يراد ما ماي ايه ايه. متابعه والله مثل الطفل شلون باول ما, ما يجي هذا ايه. نفس الشيء ايه. ايه مداره كيميائي تقليم ايه. اه سقي نعم ايه. اكو دغل ياثر عليه؟ شلون؟ احنا هاي ثيل ثيل ياثر عليه يعني تعرف انا مثلا الباميه مناطق جنوب الموصل هذا السعد ياثر عليه أنتو إيه. انتم شنو اللي ياثر بس الدغل الحشيش الثيل الثيل ثيل. إيه. شو اسمه ياثر عليه إيه. بس احنا نضرب دواء بشال الثالث إيه؟, إيه. اكو دواء اكو علاجات اكو شو اسمه نضربه ونعطيه كيماوي مركب شكلي حتى يشيل حمل ويشتغل نعم ايه وزيتون ما شاء الله رجعت تشوفونه لا لا, لا ما شاء الله بركه إيه. الله ي... شايل الحمد يطرح والله. البركه ان شاء الله فيه لا لا عمره هاي السجن عمره 14 سنه بس زي... اللي يشوفه يقول لك 25 سنه ما شاء الله يعني تعرف الزيتون انواع أي. اكو اسود اكو اخضر اكو يعني انواع الزيتون بلي. شوفوا عنده هالطرشه بلي انتم اي الانواع اللي عندكم الالوان احنا عندنا الاسود والاخضر بس الاخضر يبدا من شهر تاسع تقريبا 10 9 15 يعني ايضا فرق بين الزراعه أي. شهرين تقريبا شهرين ثلاثة شهور نعم. شهر 12 ولي عاد شهر واحد ثاني هاي آه اسود يصير نعم أي. اسود طبيعي احنا نسميه نعم. واخضر اكو بعض اللي يقول لك بعض الناس يصبغون ال... صحيح زيتون صار كل شيء هذا تجاري والله ايه. تجاري هو التجاري حتى ما بفائده كل فائده ما بي. بس احنا طبيعي بالبراميل اكو نعم. عندنا براميل 100 كيلو 75 كيلو 150 كيلو, نعم. كيلو. نعم. نكبسه طبيعي يصير نعم. طبيعي 100% بالمئة. حتى مغذي صحي بي شو اسمه ما يملح نكبسه اكو ناس تستورد ايه. اثر عليكم على سعر شو ما اثر والله والله تاثير يمكن 80% بالمئة. نعم. اثر علينا يجيبون التجاري والمحلي هذا ويبقى يبقى عاد على الشارع يبقى بس هذا هو الاصلي هو الاصلي بس وين يعني ديال غير الحكومه مثلا يمنع يمنعوا من من الشهر, الله الله ايه ايه من الشهر التاسع ايه من الشهر التاسع من الشهر شهر ايه شهرين لا من الشهر من شهر التاسع الشهر التاسع الى الشهر الثالث وذاك الوقت يعني اربع اشهر ايه احنا نقدر حتى, حتى انت, انت تستفيد تسوق تعبك ما يروح بلاش ايه تون اكو يعني معاصر يسوون زيت الزيتون ايه. ايضا تسوقون هاي المعاصر انتم؟ اي الزيتون ايه السنه اللي ينضرب احنا نسميه سنت اللي ينضرب يعني يصير ايه. في جو بارد اي صقيع ايه. وهذا نطلع زيتو ايه. واكو لا اكو قسم ناس زارعين خص بس مال زيت عالي زيت يسمونه ايه. اي فشو اسمه يبيعون زيت احسن لهم يبيعون الزيتون ايه. اكو كم معمل باشقة بس واحد؟ والله عندنا معمل فاضليه هسه اي ايه بس آه. هذا يعني خاص مو مال اهلي ايه واكو معمل حكومي هم زين كم عشيقة. بعشيقه بعشيقه بلديات يمكن سووها إيه. مديرة بلدية ايه بس عندنا بالفاضل ياسر زين هسه يعني بعشيقه لو مثلا معمل كبير إيه. ما يستوعب كل هاي الإنتاج الزيتون اي تستفيدون إيه شلون إيه. بس معمل صغير يعني يعني قصدي لو يتوسع يكبر الدوله تنمو الدوله مثلا الفلاح إيه. انطي مثلا بقرض شو اسمه كل شيء يصير زين زي هسه اخويا العزيز إيه. عليه لو يجي مستثمر يستثمر هاي الاراضي الزراعيه أي. ويدعمكم كثير من الامور ما شوية تتطور زراعتكم؟ شلون؟ احنا ترى هاي كله على شو اسمه على حسابنا الخاص والله فاكيد. كله من اول يوم زراعته الى حد هاي اللحظه زين كله على حسابنا الخاص ها كل المزارعين يحشون هذا الموضوع كله على حسابنا الخاص ابدا الحكومه من وراء 2003 وجيجا يعني نا. ماكو دعم للحكومه نهائيا نعم ابدا هاي كل المزارعين بالحنطه والشعير يحشون نفس الموضوع بالخضروات يحشون بالفواكه يحشون نفس الموضوع حضرتك بالزيتون وبالعنب هم نفس الموضوع والله كل دعم ماكو يعني نعم هسه العام سحبت كهرب على حسابي نعم على حسابي سحبت 10 ونص انا وشريكي نعم, نعم زين وكلف علي 10 ونص نعم زين زي هس هسه قاعد ينطوني تجاري نعم تجاري يعني يضربونه في عشرة نعم هسه اذا مثلا مال المنزل 10 عشر 10000 دينار ياخذون مني 100 100 اي والله زين ليش يعني انت يعني يقول لك و... تجاري يعني نعم. لا عندي معمل لا عندي شو اسمه عندي سجارات بالاسبوع ازقي مره او نعم يقول لك تجاري زين عندكم ابار؟ اي عندي ابار واكو ماي زين يعني؟ اكو ماي واكو شو اسمه وصاحب كهرباء على حسابي كله زينا. على حسابي زين هذا كم مره تسقي الزيتون العنب؟ بال بالاسبوع مره اساسا، مرة الجو حار ومر معانيه تعرف يمكن إيه. إيه. بالليل المغربيات لانه حتى لا مو تسقي ولا والله الوقت الحاضر وطني ماكو نعم. وطني حيال ضعيف نعم. يعني يجي ثلاثه بثلاثه إيه. مجبورين حتى الظهر نسقي ايه, إيه. ما ياثر شويه يعني والله الظهر ياثر يا ياثر إيه. تدري إيه. ماي وشمس ياثر على, يأثر. على بس البهد. مجبورين يعني يقول لك فرصه اجى الوطني شلون يعني طفي ما يصير تمام نعم. تعمر إيه. شجره إيه. الزيتون؟ كم سنه تبقى؟ والله ابن عمي هسه عندنا شجر بالزيتون بجيريا نعم يعني نعم. بجيريا القديمه اللي نعم. يمكن اكو قسم 200 300 سنه وما بعده ينتج ايه. ما شاء ما الله بعده ينتج البركه تعرف يعني هي اكو صوره بالقران والتين والزيتون ايه. يعني قسم شو اسمه يعمر 300 400 يمكن ايه. ازيد اه. وينتج ينتج لحد هاي اللحظه ينتج نعم. بس يراد له مدارانه معاناتكم انتم كمزارعين بعشيقه؟ والله معاناتنا الكهرباء كهرب إيه اسس مثلا للحكومه بس يعفي يعفي الفلاح مثلا يابا تعال انت عندك مزرعتها بس انا ما ادعمك بس اعفيك بامور حتى تستفيد اه رحم الله امك وابوك إيه. تعال جيب السند مالك وجيب شو اسمه انت موجود يعني لا. موجود لا. بالدائره الكهرباء موجود لا. بالزراعه موجود لا. عندي خريطه مسوي إيه تعال انت فلاح عندك سجل يابا انت ما في ايه ما فيك بشيء موشن. حتى اعاونك خلي يعفيني فرد خمس شهور بالسنه بس يا يابا ست شهور مو خساره انت جاي تنتج للبلد إيه احنا رجع نزق من شهر ثالث الى شهر 12 نعم ونبطل بعد زين ما تودون المعامل الطرشي مثلا على الزيتون؟ بلايش شلون؟ ايه بكل ايه؟ مكان يروح ايه؟ والله زيتون هسه واصل للبصره وازيت ما شاء الله ايه كل مكان يروح ايه؟ إيه لا الزيتون، الزيتونه رقم واحد يعني ما, ما لا معروفه ما يعني إيه ماكو داعي كله طبيعي احنا، زيتونه كله طبيعي, تمام حتى, الكبس طبيعي تمام حتى الكبس ماله طبيعي تمام انا اشوف حتى بعض الناس هاي الاوراق ياخذوها مرضى السكري صحيح ممكن يفوروها صحيح يشربوها إيه صحيح يفيد هذا؟ اي شو؟ يعني إيه شو إيه شوف ايش قد فيها فائده هاي الشجره والله كله فائده حتى الحطب ماله هسه يجعل شلعو كله يسوي به خبز يسوي به اكل مرات هسه مثلا ماكو وطني او ماكو يصير ازمه صح عندنا حطب هاي كومه حطب ورانا نعم اي نخبز به كله يعني ماكو شيء الا ما ما فايده ولا كله فايده زين ماكو عندك نيه بعد توسع 11 دوله مصير 12 15. والله امكانيه ما عندي ماكو. ما لو اكو امكانيه كان سويتوا 10 دوان. تمام زين قبل كان يجي المهندس الزراعي ابو الراي ايه. يعني يعطيكم محاضرات يعلمكم احد يجيكم هسه مثلا؟ لا والله انت على امكانياتك وعلى خبرتك. لا لا احنا وين بلدنا فتحنا عيوننا من هالدنيا واحنا. حبا عن جد. حبا عن جد. ايه. ايه يعني ما كان عندنا بس عمال عند العالم. نعم. نعم. بس من كبرنا صار عندنا قاع وزراعة انا يعني شفت ابنك زياد الله يحفظه يعني مهتم بال بالموضوع ويعني مهتم بالمزرعه هم انا بعلمهم ايه كله ايه تنقيط وش اسمه تمام يعني هسه اكو شغلات هم يعلموني على شو اسمه تمام ايه يعني انت هسه بالتنقيط تسقي كله تنقيط ايه؟ تنقيط كله تنقيط ايش حجم مثلا مرشات ما تفيد؟ لا تنقيط احسن احسن اولا الكهرب قليل نعم والماء تنقيط اختم اختصار بالماء الاقتصاد اه اي اه اي اه اه ماء مكان ماء اللي يريدوا يروح مكان يروح من يعني... نفس المكان اه ما ماكو اه تبذير ماكو ما تبذير نهائيا شوف شلون حريص ما... العراقي العراقي حريص والله لا ما يروح بلاش ايوه ايه كله شو اسمه تنقيط نعم زين ايه. بعد شو تريد توصل رساله؟ والله وصل رساله لحكومتنا بس نعم. بس يدارونا بالكهرباء ولو يعفونا فرد خمس وزاره الزراعه الكهرباء لا لا, لا, وزاره الزراعه كمعالي الوزير يعني انا يا معالي الوزير اهتم بينا عاوننا احنا جايين ننتج للبلد والله ابن عمي بس لو فينا مثلا خمسة شهور او أربعة شهور او نعم سوي منزلي مثلا مو نعم تجاري نعم. منزلي, نعم منزلي شوي يخفف عنك ايه والله هسه كل شهرين كل شهرين كل شهرين 150 راجعت ايه ثلاث مرات راجعت المدير قال انت تجاري يعني شو تسوي ايه قال لي روح ابني لك بيت اذا مني اروح اجيب لي 30 <applause> 40 مليون ابني لي بيت يعني قوم منزلي صح والله ايه انا اشكرك شكرا ممنون. جزيلا واسف وهي الشمس الحاره وقفتك بس يعني والله هي يعني مزرعتك ما شاء الله حلوه ومرتبه الله يديمها ويرزقك الخير والبركه أشكرك ان شاء الله رحم الله والديك شكرا جزيلا واسفين تعبناك على راسي شكرا على راسي. جزيلا شكراً بس انتم لو جايين انا ورا ثلاث شهور شير انتم يعني اذا الله انطال عمره وانطاك ان شاء الله نجي نزورك حتى نعطيكم جنيه قول يا الله قول يا الله موجود ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا. اهلا وسهلا يا هذا كلام فاصل قصير ثم نعود مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله على اسم حضرتك حسين خليل اسماعيل اهلا وسهلا ابو علي اليوم احنا بعشيقه وما شاء الله انتم ايضا مشهورين بالترعوز ايه صحيح كم عم. دولم؟ والله تقريبا يطلع 3 دولم ست وزدات زارعين ترعوز سوري ما شاء الله، زين ليش سوري مو عراقي؟ العراقي اراضينا بيه فطريات آه ما يرهم ياثر عليكم اي ما النبته يموت <applause> اي والله زين ما يتعالج ما يتكافى ايه والله جبنا اشقد علاج ما علاج ما ما يرهم ايش عجب السوري يعني يقاوم؟ السوري يقاوم السوري احسن منه نعم بالعراقي. بس اشوف يعني العفو الطرعوز السوري اخشن من العراقي ايه هو العراقي اطيب و نغمه بيه نغمه هيك ايه ايه طيبه تحس خيار هاي صحيح والله طيبه بس السوري هو يجي يصير طويل و وشوي خشن اي يعني خشن يصير ايه. أيوة. زين هذا مرغوب بالسوق والله هالقد ما مرغوب بس العراق ارغب إنه يعني يصير احسن بس عراقي ما يجي اراضينا ايه. بفطريات اراضيكم شوية زين هاي الفطريات ما تتعالج؟ لا والله يقول لا اذا يقع ثلج لمده ثلاث ايام حتى يروح يلا يمتص كل هاي ايه. ايه. حتى امراض مال القاع يروح اي حرامات زين يعني هسه انتم بس مختصين بالطرعوز مثلا هسه اخوي علي صورنا قبلك العنب والزيتون زيتون صحيح انتم بس طرعوز اشوف عندكم عباد شمس همي. اي والله زارين عباد شمس إيه اي هذا عباد شمس ايضا يعني مساحه صغيره شوي مساحه صغيره والله مثل علمو... يصير مثل سياج ما سياج اي سياج اي, أي. أي. أي وشوي يمكن يصير ظل بعض ال... اي صحيح والله أي. زين هسه هذا السقي ماله شلون طرعوز؟ والله السقي ماله كل يوم كل يوم اي وعندكم بير عندنا بتوازي ايه مال جماعه انا بتوازي نعم. ناخذ منه ماي نطيح هسه نعم اي والله كلش قد السقي مال يختلف يختلف يعني تقريبا كل يوم ساعه ساعتين نص تنقيط اي تنقيط هو كل صندات تنقيط. تنقيط. يعني ما اعرف شوف موضوع التنقيط ناجح اي هو نزر. احسن احسن من هاي المرشات إيه. ما يقولون مزارعين اي والله صحيح احسن نعم. التنقيط ي... نزرع على... النبته على المي يروح على... مكانه مكانه أيوة. مكانه ما يروح تبذير و... إيه السقي يطول إيه. ما ما يروح والمرشات يجوز يضيع المي والمكانات. بس هذا احسن تنقيدي ينقط يم النبته و... احسن. زين يعني اسألتوا عشيقة مشهورة بالطلعوز مشهورة بالزيتون. بالزيتون. وكو عنب شفت. ايه صحيح والله. زين ليش مشهورة بهاي الأمور بس ماكو غير أمور؟ والله عندنا بنزرع حنطة وشعير همين. آه اي هذه نقول صيفية بس قصدي مثلا بطيخ رقي طماطة بامية. والله زارعين البامية هم شوية يزرعون الفلاحين. ايه. ايه. هم يراد لها تعب اي والله يراد صحيح ما اعرف انا يعني سمعت اكثر من مزارع يقول لك يعني هاي بعض النباتات مثل الطفل داريها الى ان إيه تكبر والله هسه متعبه إيه ترى نفس الحاله نفس الشيء اي والله أشوفكوا إيه اشوفك دغل كثير عندك بالمزرعه هسه إيه هذا إيه تالي نهايته راح يخلص هذا الموسم إيه راح نزرع موسم هسه زارعين تو جديد نعم قبل كل ثلاث اشهر وانتاج يطلع كل ثلاث اشهر تقريبا يطول 40 يوم نزرع 40 يوم 50 يوم انطينات العوز. زين ابو علي انا التقيت ببعض المزارعين يقولون نشتري هاي البذور ايه. من تجار او من مثلا مكاتب شركات ايه. يطلع ما مضبوط يعني نزرعه ما يطلع. ايه صحيح يعني مغشوش. اي مغشوش مرات التاريخ ماله مغشوش ايه. او مثلا عفوا يسوون ايه. نفس الغلاف مال شركه ناجحه ايه. ويخلون بها بذور يعني مكسباير يبيعوها أي... صحيح والله هذا أيه. عم... زين هو الفلاح تعبان وخسران اي والله انا اجي اغشه اي والله صح يصير ايش؟ والله انا الموسم الزراعة بيك هذه؟ اي الموسم الزراعة والله الزراعة كله وطلع كله ساقط موسم الموسو... الحب مفسود التعب هذا كله حرام اي والله رجعت زرعت اي أيه والله زين هذا الدخل شلون تكافحوه؟ والله ن... بالدواء نضرب له بال هذا تشترون هاي الادوية قصدك؟ اي تشتروها؟ اي اسعارها غالية؟ والله اسعاره مشكل مشكل ايه ايه وكلش قد تكافحوا يعني مكافحه مال الدغل هذا من يصير النبته يصير شويه جميل. يعني مثلا كل اسبوع 10 ايام شهر كلش قد كل شهر تقريبا اي شيء نعم. انا بدايه كل اسبوع تقريبا نسويه نعم زين ابو علي هسه انت جاي تزرع عباد الشمس تزرع طرعوز ايه تجيب عمال لو ولادك دخول والله ولادنا إيه. والعمال يجيب ايه عمال نمسك الساعه ب 2000 دينار إيه اشتغل خمس ساعات يا 10000 إيه كلها يعني ما مصرف عليكم اي والله مصرف مصرف زين يطلع هذا يطلع حقه والله مرات يطلع ومرات لا إيه. مرات خساره ومرات سد بسد اي زين تتدين من المكتب وبالمكتب يريد مثلا تقول له شهرين يعني ثلاثه اربعه إيه ولا سامح الله يعني التسويق كان شويه صعب شلون تتعامل؟ لازم يعني تعرف هو بالمكتب يريد صحيح حقه والله يريد انت إيه. شلون تتعامل معاه؟ يعني, يعني يتفهم انه أه انت مثلا وضعك يجلك فتره إيه يجلك فتره ايه, فترة. إيه. اي أيوة والله الحمد لله، زين أبو علي هسه يعني أشوف عندك أكو نبات أخضر، نبات أصفر، من الشمس إيه. مضروب هذا لو شنو؟ لا هذا راح ينتهي وقته، إيه. هذا تقريباً بالشهر الرابع زارنا إيه. هسه راح ينتهي، هسه زارين بالسابع بداية السابع زارين موسم الله نعم. ربيعي نعم أشوف أكو طرعوز العفو عندك ناعم صغار وأكو خشن، إيه. يعني هذا أيضاً يختلف تنتظره يكبر لو لا هم يومين نحوشوا إيه. هم الصغار نخليه ايه ايه زين وين تسوقوا وين تودوه؟ والله نوديه على البعشيقه لو على المعامل ما طرشي يشتروه يستقبلوه إيه. تعرف هذا يذثرهم شويه ناعم ايه ويمشي يمشي بس ما مثل العراقي ما مثل النكهه العراقيه اي عراقي احسن إيه والله سبحان الله يعني حتى الفواكه خضراوات تختلف صحيح طعمها يختلف الاراضي مالها تختلف صحيح زين هسه ابو علي مه. يعني عندك كل هذا الخير ما شاء الله ما حاولت تزرع بطاطا غير والله السنه هذا قاعد زرعنا به بطاطا تقريبا صرف وش انتاج الحمد لله؟ لا والله صرف تقريبا 3 ملايين ايه؟ وبعته ب 400 الف اي ايوه ايوه والله كله خساره اي ايوه والله خساره بس معاناتكم انتم كمزارعين بعشيقه شنو؟ كاصحاب ترعوز عباد الشمس ايه شنو معاناتكم مشاكلكم؟ والله معاناته شويه وطني قليل كهرباء ايه كهرباء على مود دفع الماي على اه مود الماي ايه لازم مرات بالليل الترعوز رادو بالليل ايه الماي بالنهار يشتعل ما يشتعل صح اي والله زين ما مولدات؟ والله مولدات ما عنده اي مرات يشغلوا مرات لا ايه زين قوي يجيك الماي زين؟ ايه يعني بي البير البي بي ماي بي ايه بي ماي الحمد لله زين هسه انت سوقت ما سوق على مثلا مال بالموصل علوات مال الموصل لو بس على الترشي نودي على البعشيقه على العلوى ايه. لو نودي على الكوكجلي ايه؟ على الولد زين ايه نودي قاعدين نبيعه زين هسه البذور هاي قبل كان الفلاح اي ياخذ من البذور مال الطماطه يبسها صحيح باميه الخيار الترعوز ليش تركنا هذا الموضوع؟ لان يعني قدرنا نشتري بذور صحيح والله غير يعني صالحه. ايه نعم لان يعني لان يعني هذا بذور ماله يصير البر ماله يصير قليل. هذاك ايه. يصير احسن ايه. نشتري مستورد. نعم يصير احسن بس ايه. بعضه مغشوش مثل ما قلنا. اي والله مغشوش ياثر عليكم. اي والله. بعد شو عندكم معاناه مثلا تريدون دعم انتم كمزارعين بعشيقه؟ يعني عندكم ما شاء الله زراعه حلوه شوف الزيتون ما شاء الله مال ايه. البلد. عندكم ترعوز عندكم عباس شمس وزرعتوا بطاطا وعندكم بالصيف حنطه وشعير صحيح والله شنو معاناتكم شو تريدون من الدوله تعاونكم على الواي انطونا كيمياوي السماد اسمده اي أيه والله ايه. قبل كان يخلون هاي الاسمده العضويه ايه. هسه صار الا سماد مستورد والله حسن هم نخلي اسمده بس السماد احسن اي اي والله زين هسه انت بال من تحوش او الانتاج مالك إيه؟ اما ايضا تاجر عمال لازم نأجر عمال والسيارة ونوديه أيه. حتى نبيعه زين هسه انت ما شاء الله عندك يعني أشوف شوف قواني أيه. وتتحمل اللي تودي تبيع الله يرزقك الجميع والله يطلع شويه تعبك يعني لو والله يومي يا... مرات, مش... مرات سد بسد مرات سد سد مرات يطلع شويه أيه. نعم يعني نعم شجعك هذا اي احسن من نقعد بالبيت ان شاء الله ان شاء الله ان أيه. شاء الله ابو علي شو تريد بعد توصل رساله الى الساده المسؤولين وزاره الزراعه ومديريه الزراعة نينوى انتم يعني كمزارعين شو عندك رساله؟ والله على الواقع يعطونا السماد و... وادارينا بالكهرباء. ايه اي والله وبعد يعني مثلا بذور غيرها بذور نحن نشتري تشتريها. اي والله حقه مو غالي تمام, أنا تمام. مرة. ابو علي شكرا جزيلا واسفين بهالشمس الحاره على راسي يا مو. والحمد لله يعني انتم ناس ميدانيين وتشتغلون اي والله شغلنا ورزقكم دي. هذا الله يبارك فيكم ان شاء الله يا شكرا جزيلا نلتقيك على خير ان شاء الله والله يطرح الخير والبركه رحم الله والديك شكرا جزيلا شكرا امو مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود اسم حضرتك عبد الله حسين عيسى اسماعيل اهلا <سألنى> وسهلا سيد عبد الله <سألنى> اليوم احنا بحشيقه وانت عندك ما شاء الله ثروه حيوانيه غنم الحمد لله كم راس غنم عندك؟ خمسة ما راس عندي هسه حاليا مقبل. قبل قبل كان عندي 130 150 كان عندي ما شاء الله هذه ابا عنجد جد هذه ابا هاي شغلنا شغلتكم ايه الحمد لله إيه. زين ليش اختاريتوا مثلا هاي تربيه الاغنام مو غير تربيه مثلا والله استاذ هو غيرها هو هذا مهنتنا ايه غير شغل ما ما, ما عندك غير تمام تمام هذا شغل احنا عايشين عليه تمام ما بيها تعب بل والله بيتعب شنو مثلا يعني تعبكم والله هي تعب مثلا ما التعب ماله هذا واحد لازم يكون بطال عطل دوم وياهم مراقبه مراقب إيه؟ ليل ونهار هذا وياهم لازم تهيا على وماي و... اي إيه والله استاذي ايه. و... وهذا وهو... وهو... شغله زين اكو احد من الولاد يسرح بهم ويطلعهم اي بلا ابني فواز إيه؟ فواز هو يسرح بهم من الصبح اي من الصبح للظهر يجي إيه؟ زين من الصبح للظهر يجي ومن الظهر يروح ما يجي للمغرب زين هسه تعرف يعني انت ال... و... ترى الحيوانيه قبل بايام الجفاف شوي اسعارها قلت اي والله يمكن بهاي السنه شوي احسن احسن هالسنه أحسن أحسن, 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 احسن احسن المطر جاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله زين جيبوا الاعلاف؟ والله على نشتري تشترون؟ اي والله نشتري بس قد الطن والله طن مو سوى مرات 750 مرة 700 مو سوى هسه حاليا يعني نعم من يصير الشتاء يصير اغلى؟ اغلى يصير اغلى الشتاء اي والله والحكومه هم ما يدعمنا قبل الدعم هسه إيه؟ يعني هسه مثلا صار موسم حصاد بلي. هذا القش إيه؟ تجمعوه وتشتروه لو والله تاخذوه هيك إيه اي والله استاذ قسم نشتري من احنا نشتري قسم اهل الخير ينطونه اي ينطوكم اي ينطوكم اهل زين هسه مثلا فواز وين يروح يسرح بهاي الغنم؟ يطلع جول بس على, إيه على الفرز على الفرز على الفرز يشرح بهم اكو هناك مثلا اي اكو مرعاه زين تجي شبعان, يعني. شبعان الحلال يجي شبعان والله الحمد لله الحليب يشبع الحليب الحمد لله زين انا الحمد سالت بالقرى يقول لك يعني دانتين احلب نفس الشيء انتم دانتين تحلب لا إحنا دانه واحده ليش يعني بس ما, ما يشبع والله الغنم شو ثم شوف انا احلف في والله ايه. ايه بس دانه ايه. واحده على احلب زين بس الاعلاف يعني مثلا تنطوها له خبز مخاله شغلات والله انا يعني احس احد يشتري خبز وطحين ونخاله تخلطها ده اخلطها شويه ايه. كلها اي والله ما مكلفه عليك هذه بلا ايه والله مكلف مكلفه اي والله مكلف عليها بس هسه مثلا شويه اسعارها احسن اي والله الحمد لله يعني, سعر يعني احنا ما نقدر غير شغلنا نشتغل ايه. هذا شغلنا ابو العجد صح, صح هذا شغل ما تقدر تتركه لا ما اقدر يمكن اذا ما شوفها يوم تنقهر اي والله انقهر لانه ايه. بهم يا بيهم اسامي الولاد يقول بيعوا يابا بيعوا عمار يكفي تعبنا اي والله تعبنا انت اي والله مكلب بهم انت تونس مرات بيهم اي والله تتونس شوف عندك هذا وز عندك اي والله الحمد لله ما شاء الله اي والله دجاج شغلات كل شيء عندنا خير من الله ايه القرى كل شيء بها إيه الحمد إيه لله استاذ هو إيه. القرى اذا ما يربي غنم دجاج حتى عندك فرس شنو قصه لا. هاي الفرس والله الفرس احنا لل لابني فواز اي إيه. بقول له فرس الغنم إيه يعني. اي والله <applause> ايه عاد يركب إيه يروح ايه يركب يروح 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 ربي يو... إيه. يروح يو الغنم اي خوش يعني اللي مثلا تحلبوه من النعجه ب... أيه. وين تودوه؟ والله نخ... بالبنت خطر ون... بدي انا على الدكان إيه تبيعون لبن إيه تبيعون أيه لبن بيطلع غير غير اللبن مثلا لا لا, لا ما يصير كل شيء ما يصير بس لبن ما عدا اللبن بس لبن اي والله وغالي عاد الكيلو تبيعوا له والله ب 2000 دينار ب 2000 دينار إيه ب 2000 بس خالص ما مغشوش لا لا خالص اكو غشوه يخلون ماي يخلون حليب مثلا مال ما لا الحمد لله احنا ما عدنا وهو اهل المحلات كلهم يعرفوني يعرفوكم اسالوا على عبد الله قول لهم عبد الله كلهم يعرفوني مضبوط والله الحمد لله خاسر مال 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 قبل ايه والله مال قبل ايه. اي أيوة والله زين قبل خير. كان تعرف العجائز اذا انت ملحق هاي الشكوى ويطلعون زبد يطلع زي... ايه يطلعون زبد لان حر يسموها الشكوى اي شكوى اي يطلعون زبد ويطلعون قشوه وكل اشكال يطلعون هذا وقته راح هسه كله صار وين راحوا هسه صار كله خلاط كله على الدقمه وروح كله على الدقمه هسه ما كنت تعب خلاط قبل خطير ساعتين ثلاثه اي والله زبد. اي والله قمت هيك هسه دقمه هسه كلها دقمه اي أيوة. راح ينام في ربع ساعه ويجي ايجي يجي أيوة. الحاضر طالع ما تمام اي أيوة والله صار صار. يا ابو وين كنا وصلنا الحمد لله <applause> اي أيوة والله تمام أيوة. 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 زين انت كل مالتك ما شاء الله اي ان شاء الله الحمد لله الحمد لله زين هسه اكو موسم يصير مال قصاص مال وصوف نيسان أيوة. بأيار، إنسان. تقريباً بشهر 5 3 بالرابع تقريباً. قبل كان تعرف باب الطوب، كان أيه مركز بالصوافة، مركز المدينة أيه يستقبل هذا الصوف. الصوف يستقبل هسه عزل ما ظل، قليل يعني أحد ما حد يستخدم صوف مثل قبل، الناس دور جاهز. هذا حسن. الصوف وين تودوه؟ والله احنا نسويه هنا بالبيت. اي. البيت بالبيت. اي نسوي جدليات، أيه. لحاف، أحسن أيه. ما زدتوه، اكو ناس يشعلون، اكو ناس ما لا والله ما زدتوه. زين هسه أنتم مثلاً بعشيقة. هاي القرى المحيطة بها. إيه. هذا الحليب لو يصير عندكم معمل مال مع ألبان مال قشوة، قيمار أو مثلاً ألبان أخرى تمام آه مو أفضل شوي هم عاملة تشغل بلى ولا أفضل إيه. ويصير معمل مال مع علف مركز تمام مستثمر يجي بلي. يساعدكم إيه مو صحيح. أم تاخذوا بأسعار مدعومة آه أحسن ما ظل تفتر وتشتري تروح تشتري من المعمل مركز ومضبوط شغله مضبوط مو احسن استاذ ماكو ماكو شغله ماكو شيء قال كمقترحات احنا بل. نقترح انت <applause> ايضا يعني بالتاكيد تاكد تعاوننا بهذا الموضوع اي والله يعني ما يفيدكم ما مثلا معمل البان معمل علف مركز بعشيقه يصير ايه. ايه. يعني مستثمر يجي واحد عنده فلوس يقول لك راح افتح معمل البان بعشيقه معمل مركز مال مع علف حيواني ايه. يفيدكم يفيد ليش ما يفيد؟ ايه. بلى والله يفيد اي ايه والله كل شيء يفيد تمام التعاون زين نعم التعاون واحد يعاون الاخ زين تعرف هسه مثلا انتم مشهورين بعشيقه بالزيتون بلي. يعني عندكم معصره بس صغيره حسب ما يعني المزارعين حكوا لي والله أي دي لو دي تتوسع تتوسع ايه. يمكن زيت الزيتون يكثر هم تشغل ايدي عامله اعتيادي يعني تعرف الزيتون زي مشهور مال بعشيقه افضل من من زيتون من غير منطقه, منطقة. ايه. ايه. زيتون بعشيقه احسن من كل مكان زين اخوي العزيز ابو فواز شنو معاناتكم انتم ك اصحاب ثروه حيوانيه والله معاناتنا ماكو دعم دعم حكو دعم حكومه ماكو علينا أيضا. ضعيف ضعيف أيضا. لا لا حتى ماكو يعني ما معدوم ماكو. معدوم الادويه احنا نشتري على حسابنا أيضا. والعلف والخبز والطحين كله نشتري على نعم. حسابنا نعم. يعني الحكومه اصلا ما يدعمنا نعم اي والله شو مستفيد عجل انت من هاي الثروه الحيوانيه؟ اي والله الحمد لله والشكر مجرد بس انه يعني تقضي وقت والله قضي وقت بس وانسى ما تقدر تتركها لانه ما عن جد لا أيو. لا والله ما اقدر اي والله زين اذا فرد يوم ما شفته ما تنقهر يعني فرد يوم صبح اطلع الموصل العصر ارجع راسي اجي على الغنم مشتاق مشتاق للغنم الله <applause> الله يطرح الخير والبركه فيه <applause> ان شاء الله لو... الله خبر الولد تمام زين هاي انت موسمهم لون اصفر ليش؟ مو حتى ما يضيعون ما يختلطون ويا يعني. ما يختلطون ويا غير غير غنم على مود هذا هذه الشغله اي هذا الشغله هي هي. عندك واحد من الكبش بجرس هذا حتى القائد مالهم القائد مالهم حتى يمشي وراه يمشي تعرف هاي بالقرى موجوده انه اي موجوده 100 راس 200 اي مرايع هذا مرايع اي مرايع صحيح اي مرايع تمام بلا والله بعد ايش عندك رساله تريد توصلها ابو فواز؟ والله احنا مثل ما يقول ند... ندعم الحكومه يدعمنا بالعلف وبالنخاله بالشعير ماكو وهاي مع العلاج على حسابنا ولا على على زين هسه المزارع يقول لك انا اشتري البذور على حسابي صحيح هذا صحيح اشتري الصندات على حسابي, أحسابي. اشتري البولي. الماي هم افتح الماي هم, من زين وبعض يقول لك ابو الزيتون معتبريني تجاري تمام يعني اذا بالبيت يطلع 10000 كهرباء ياخذون مني 100 صحيح زين انا خسران وتعبان اي والله خسران وجاي اعاون الدوله ب... 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 هاي المنتجات بلا صحيح يعني المفروض شويه تخفيف اساعدك حتى تعاوني حكومه ما يدعمنا نعم هسه احنا عم الاول هم جاء علينا غادي جماعة قدوا وهذا قاعنا نريد نبير نريد صندات حتى نشتغل ندعم الحكومة احنا صح هميلة. صح قال ايه سهلة سهلة ان شاء الله ما جانا بعد زين هسه انت لا سمح الله وحدة من هاي الحيوانات العفو تمرضت توديها على الطبيب لو انت تشتري دواء لو شنو؟ انا ايش دواء لو ودي على على عيادة البدنية. على عيادة, عيادة خارجية نعم اي هو يطلع علاجات وانا انا اجي اعالجهم نعم وأنا إيه. انت ما صار عندك خبره تعالج؟ بلا والله عندي خبره اي إيه. روح تشتري الماده أنا. اللي تحتاجها اي إيه. إيه. اشوف من الحيوان أيش أجب ما اجبي اروح اجيبه ذاك زين اكثر الامراض اللي تصيبهم شنو؟ والله ابو صفار التهابات أذن مرات اكو ياكل اكثر من اللازم ينطوا ينطو بيبسي بيبسي صحيح هذا البيبسي؟ اي بشمه هذا صحيح يعني ياكل على ياكل علف زايد اي صحيح اخوي العزيز احنا تعبناك الله يسلمك لا سمع لا, سمع لا سمع عادي بالخطاب الله يحفظك الله, الله يرزقك ويطرح الخير والبركه الله يسلمك بارك الله كل الحيوانيه الله يعني تعرف هاي معاناه كل الناس احنا نسمعها تمام بلا والله ويعني ان شاء الله صوتك وصوت الاخرين يصل الله يسلمك الله يسلمك دولة رئيس الوزراء الى معالي سلمك. وزير الزراعة زراعة اثنين وحتى يدعموكم يعاونوكم والله بزراعة ام و... رحنا على بعدنا عندنا قاعد نصوندات بواري حتى احنا بنزرع ندعم الحكومة تمام اي اي كل شيء ماكو بعد تمام ما يجينا الله يرزقكم ان شاء الله الجميع ان شاء الله الجميع ان شاء الله. خير إن شاء الله شكرا جزيلا على تعبتك يا, يا مرحبا يا هلا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود مشاهد الكرام اهلا بكم من جديد السلام عليكم عليكم السلام تعرف على اسم حضرتك ساري عبد الله حسين مرحبا بك ساري مرحبا احنا بعشيق اليوم وعندكم اه ثروه حيوانيه ايضا شفنا عبد الله عنده غنم انت عندك هوايش ايه, ايه. كم راس كم هايش عندك؟ تقريبا ثلاثه ثلاثه ايه. عندك جو اثنين يمكن ثلاثه بال ايه هذول الحولي ايه هذول يعني تقريبا سته سبعه ايه. ايه الله يرزقك ان شاء الله اه... تربيتهم اصعب من الغنم ايه اصعب من الغنم بقر يعني؟ ايه ليش؟ لا صراحة ناخذون يسرحوا ايه ياكلون كثير اكثر من الغنم ايه, أيه. يتاخرون بالرعي ايه يتاخرون بالرعي ايه ونجيب لهم علف نشتري لهم علف ايه ما مكلف عليكم؟ بلا ولا مكلف أيه والله مكلف عليكم ايوه ايش قد الطن تقريبا؟ والله تقريبا الطن ب 450 500 ايه والله ايه والله زين تعرف انت هسه من تطلع ايه تسرح بهاي الهوايش كم ساعة تقريبا؟ والله تقريبا ثلاث ساعات أربع ساعات ثلاث ساعات يعني تقريبا من 5 الصبح ستة الصبح من 5 الصبح تقريبا لتسعة يعني قبل ما تصير شوية الدنيا حارة ايه نرجع بس احنا رجعنا أنت من زمان راجع ايه اه تحلبوهن؟ ايه نحلبوهن كم دانم؟ والله تقريبا دان واحد ليش عجب ما مثلا اثنين؟ ما يشبعون ما يشبعون ايه, ايه. زين ما تعاونون بالعلف بالخبز ايه, ايه بالخالة على في ال... ايه بالعلف كل شيء نعطيهم ايه ما يشبعون زين هذا الحليب مال مال الغنم عبد الله يقول نستخدمه بالبيت أيه. نسوي اللبن ونبيعه بالدكاكين أيه. هذا ما تودوه هم بقرم نفس الحالة نفس الشيء عندكم أيه. دك دكاكين تبيعون عليها أيه. أي ك... يعني ايضا يعاونكم اقتصاديا ويساعدكم شراء بعض الاعلاف والمي. نعم زين الامراض دائما اللي تصيب البقر شنو هي؟ اما انتها والامراض انتهابات أم نفس الشيء نفس ال اما تعالجوها؟ ايه نحن صار عندكم خبره تعالجوها أي. لو ايضا جيبون طبيب تودوها على العياده الخارجيه؟ نروح نجيب لها علاجات نحن أي. نعالجها. ايه أي. زين هسه تعرف الهايشه شقد عمرها يعني تكبر تنطيك حليب؟ تقريبا يصير سنتين سنتين إيه ازياء تبدا تنطي إيه حليب ثلاث سنوات ايه ثلاث سنوات إيه. إيه. زين العفو اذا مثلا ولدت ايه, إيه. شلون تتعاملون مع الوليد مالها الطفل يعني نحن بق... الولد بقره صغيرة ايه اول مره نقوم ونطي حليب إيه. بالممية إيه من ايه بعدين شوي حليب شوية صناعي شوية. لو منعدها لا منعدها إيه من إيه. بعدين شوية شوية هو يعني يتقوى يعني إيه يتقوى يعتمد على نفسه إيه. ياخذ إيه. منهم من امه زين هسه انتم تقريبا 10 روس بقر أيه. اكو غيركم عنده مثلا كميات اكبر لو بس انتم والله بالجري عندكم اقوى نعم بس انتم عندكم هاي ايه ايه زين هسه انتم تسرحون خارج خارج المكان مالكم؟ ايه خارج المكان بعيد تقريبا لو ايه تقريبا بعيد تقريبا كيلو متر زيادة زين انتم لازم توفروا لها علف توفروا لها ماي يوميا لازم ايه هزم. لازم هذا يعني موضوع اعتيادي شلون نعم داري طفل نعم مثله ايه مثل لازم داعي الى إيه ان تعتمد ومخلي له باب ومخزن كل شيء حتى حتى شوف هذا هم تعب عليكم. نعم. اي تعب. ايش نسوي؟ كبير ايش نسوي؟ والحمد يعني لله والشكر. الحمد لله زين اسعارهم شو والله اسعارهم يعني تعرف السنه مطر وشويه يعني يمكن ارتفعت اسعار. ايه هم تقريبا يعني اذا تبيعه تبيع واحد تقريبا مليونين مليون ثلاث إيه ملايين. افضل من القبل. قبل، قبل كان رخيص. إيه. ايه لان ما تعرف جفاف وأثرت عليكم شوية صحيح هاي الجفاف أثر على على بثرة الحيوانية الغنم، العفو الأبقار صحيح يعني كانت رخيصة. زين هسه أكو بعض يعني يصبغون البقر مالهم يعني يوسموه هي. وسم. أنتم شو ما ما مصابغينها ليش؟ والله يعني حتى كل تعرف واحد حتى لا تختلط مع نحن ما نروح ويا أحد ما نروح وحدكم إيه وحدكم إيه, ايه. ودائما اه تودوها وتجيبوها إيه دائما دائما تحافظون عليها. نعم زين اه إذا إذا عندكم آه ايضا ثور يمكن آه. موجود هذا آه التلقيح مالهم شلون يصير؟ والله التلقيح مالهم يعني كل شيء بوقته نعم. نعم. آه. يختلف مثلا معامله الثور او عنايه عن البقره الاخرى لو شنو؟ لا ما يختلف ما يختلف نفس الشيء نفس الشيء ايه. ايه نفس الشيء زين كم مره تنطوهم يعني العلف بالنهار؟ والله الصبح نعطيهم والظهر والبليل زين هم يعني يطلعون على على, على يسرح بال... ايه ايه بالارض ورا ما يرجع ياكل؟ ايه من يرجع عم إيه إيه ياكل اللي هم إيه ياكل زين ما توفروا لهم ماي مثلا يسبحون مثلا ترشون والله مرات اذا حر يعني الدنيا إيه اذا جو فرد مره حاره ايه نسبحهم ايه انت يعني مثلا ترش عليهم ماي ايه اي ايه بالصوم خطيه هذا هم يعني ما عنده لسان يحكي صحيح بس انت يعني تعاونوا أنواع من من البقر يعني يجيبون من الخارج الفريزي يسموه صحيح كذا الفريزي والهندي ايه صحيح هذا ينجح عندنا؟ الله هذا ما اعرف ما تعرف اي والله هسه ايش عندنا انواع هذا عراقي لو شنو؟ هذا عراقي ايه العراقي يعني يمكن ويا الاجواء ماشي بالضبط ما عنده مشكلة ايه, ايه زي لا سمح الله هسه مثلا اه يعني صابها مرض ايه الطبيب يجي ليمك لو انت تروح تشتري والله الطبيب اذا يجي يمهم يعني نحن يعني نعالجه ايه يعني صار عندكم خبره ايه يعطونا العلاج نحن أي. نعالجه ايه زين مثلا أسب... اكثر شيء بالاعياد عيد أي. الضحيه يشترون هاي الابقار الاغنام آه على مود الضحية تعرف الناس تضحي يمكن اسعارها شويه تختلف ايه اسعارها شويه تختلف تصير غالية تمام, غالي. تمام. زين أن... يعني تربيه الابقار شويه اصعب من الغنم تشوفها؟ ايه ليش اصعب؟ بس. والله صعب اذا تودي مثلا على البستان إيه؟ من الجو حاره ما يقف ما يقف, ما يقف. يمشي إيه؟ يمشي إيه؟ يعني يمشي يمشي ما يقف ابد زين أه. ما مثلا ما يحاول مثلا يقعد ببركه مال الماء بلا بلا إيه؟ يقعد بالحاره بالحاره عليه صحيح إيه. صحيح ساري شو عندكم معاناه مشاكل بعد توصلوا رساله؟ والله نقدر نوصل رساله للحكومه إيه؟ يعني. يعني ينقل العلف وش اسمه يعني دعمكم يعني بالعلاف ايه بالعلاجات بال ايه بال ايه؟ ايه لأنه انتم جايين مثلا عندكم ثروه حيوانيه تفيدون البلد بالحليب نعم اه ممكن يعني امور كثيره تفيدون البلد بها اذا ساعدكم بالعلف بالعلاجات نعم شوي يخفف عنكم بعض نعم الشيء بل مو؟ بلا صحيح ساري شكرا جزيلا تعبناك على رأسي الله, رأسي رأسي الله يرزقكم الخير والبركه الله ان شاء الله الحمد لله تعبناك بهالحر عادي هو شكرا جزيلا الحمد لله شكرا على رأسك شكرا فاصل قصير في مشاهدي الكرام زيارتنا إلى ناحية بعشيقة، انتهت التقينا مع عدة مزارعين وأصحاب ثروة حيوانية. الحقيقة هذه الناحية تشتهر بالكثير من المنتجات الزراعية وأبرزها زراعة الزيتون. كل مزارع لديه مشكلة، البعض يشكو من أنه أرض لديه أرض زراعية لكن مطلوب منه أنه يدفع كهرباء مختلفة لأنه تعتبر يعني ارض زراعيه تجاريه اصحاب الثروه الحيوانيه يعانون من قله الدعم للعلف والعلاجات وامور اخرى، نقلنا هذه بكل امانه عبر شاشه الموصليه وان شاء الله تصل الى اسماء الساده المسؤولين وتعالج هذه المشكلات حتى تكون عندنا زراعه حقيقيه وتنعش البلد وتدعم الاستقرار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته